وبعمل منها مياه باردة. المياه الباردة هذه ما هي ملاخ خليط من الأعشاب المكعبات هذه، ففي هاي الحالة أنا بشرب المياه الباردة مع مشروب الأعشاب هذا مع الليمون على شكل الكاسة هذه اللي حطيت المكعبات فيها، وهذا حيحفز العصب الحائر أول شيء، هذا حيعمل على تخفيف الضغط، الضغط النفسي والضغط وضغط الدم، وحيعطيكم راحة مباشرة هذا باستخدام المكعبات. نفس العملية، صار عندي وجع راس وشقيقة، وجع في منطقة الخلفية، ما هو من أكثر الأسباب اللي بتسبب آلام الرأس ومشاكل الدماغية هذه، والشقيقة اللي هي منطقة الدماغ ومنطقة الرقبة. لا يعني إذا ما طلعنا دماء أكثر محمل بمواد غذائية كويسة وأكسجين أكثر، وشلنا عن طريق الجهاز اللمفاوي اللي خاص في خلايا الدماغ كل هالفضلات ونزلناهم بطرق سهلة، في هاي الحالة احنا عملنا تحفيز كامل وتنظيفات للدماغ. كيف هاي العملية ممكن اسويها؟ من الزيوت هذه اللي عملناها، فقط ما علينا الا نعمل حركات مساج بشكل بسيط. اول شيء نبلش في منطقة الرقبة، عملية تعك، عملية من فوق لتحت، ننشط الشرايين والأوردة هي الرئيسية، والغدة الدرقية اللي هي جاي من قدام، وتنشيط هرموني لأنه بدنا هرمونات كويسة اللي تنزل هرمونات ستريس. هلا بنيجي عليها، وبنبلش نرفع وننزل نرفع وننزل في حركات في هالزيوت هذه اللي مباشرة، وعلى فروة الرأس وخلف الرقبة، هاي منطقة ضرورية، هاي الأخذ عيني اللي بخرج من خلالها جزء كبير من الأعصاب القحفية الدماغية اللي هي رئيسية كمان في عملية التهدئة والاسترخاء وجع الرأس الروح. بعمل المساج هذا أفضل شيء إذا أنا عندي شيء مزمن فترة صباحية بعد ما اتشمس وتحت أشعة الشمس، لأن فيتامين د أساسي لتخفيف وجع الرأس. بقعد على برا الدار على في الشمسات وبعمل المساج هذا. في هاي الحالة أنا بستغل أشعة الشمس وفيتامين د وعمل المساج. والشغلة الأساسية كمان إذا بنحكي عن عملنا الحركات هذه والمساج اللي هي أساسية، بدنا نكمل ونعمل عملية التمارين التنفسية. طبعا اي وصول كمية اكثر للاكسجين للدماغ بده يخفف من وجع الرأس، هذه متفق عليها. اذا ما علي انا الا اعمل لي شوية تمارين.